قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي السيد ألكسندر كونافالوف وزير عدل روسيا الاتحادية الصديقة بالتوقيع على اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تطوير التعاون بين البلدين في مجال القانون وتسهيل عملية التعاون المتبادل في عدة الأشخاص المحكوم عليهم إلى بلدانهم لتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم. وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد خطوة جديدة ومهمة، مؤكدا أن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل على كافة المستويات، وذلك بفضل الرغبة المشتركة في تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما بما يلبي طموحاتهما ويعزز مصالحهما ويزيد من التنسيق والتفاهم حيال القضايا المختلفة.